لو انا عايز اطلع رقم 21 قلت لك ارفع لي الارض، لو انا عايز اطلع مربعات الارقام انا خلاص بدل ما تطلع الارض ارفع لي اي وهتبقى ارض. فاصبح اول مره الاي كام؟ واحد. فان انت ارفع لي رقم صحيح، الرقم الصحيح اللي هتنده كام؟ واحد في واحد اللي هو يطلع كام؟ واحد. المره اللي بعدها الاي يبقى كام؟ باثنين. ارفع لي 2 ب2 اللي هي هتبقى كام؟ هيبقى 4. المره اللي بعدها 3 في 3 اللي هي كام؟ ب9. يبقى الحاجه دي طبعا ايه؟ مربعات الارقام. خلاص يا باشمهندسين؟ ملحوظه صغيره، لو انت هتستخدم الار جوه الفور ما تعرفوش هنا. احنا قلنا عندنا طريقتين لتعريف المتغير، نقول كده فور وانتجر ار مثلا بتساوي كذا، صح؟ لو انت هتستخدم الغير ده جوه الفور زي ما استخدمناه قدامنا كده ما ينفعش اعرفه هنا، لازم اعرفه مين؟ قبل الحلقه التكراريه اللي جايه. كده يكون مربع ولا لا؟ هو يعني ايه مربع ولا مربع؟ يعني مربع يعني الحاصل ضرب العدد في العدد الضيق، يعني برضه العدد مجموعه على نفسه. انا عايز اطلع مربع اضرب، طب لو عايز اطلع الضيق اشيل الترتيب واحط ايه؟ احط عليه الزائد بس. خلاص يا باشمهندسين؟ يبقى احنا كده عرفنا ازاي نستخدم الحركه. طيب سؤال بقى، الدكتور جايب لك سؤال في الامتحان بيقول لك اطبع لي مربعات الاعداد من 1 ل 20 او بلاش 5 ل 20، من 6 ل 20. بس يا رقم 5 ما تطبعش المربع ده. يبقى انا هطبع كل الارقام ما عدا رقم كام؟ ما عدا رقم 5. اعمل الكلام ده ازاي يا باشمهندس؟ اهو الطبيعي بتاعي ان انا هاجي جوه الفور واقوله كده برنت اف وبعدين برسنتج دي وبعدين هقوله اي مضروبه في ار. الكلام ده لو هو عايز مربعات الارقام من 0 لحد 20، بس هو قال لي انا عايز ايه؟ ما عدا الرقم كام؟ 5. انا هقوله هنا واقوله ايه؟ لو لقيت الاي بتساوي 5 اعمل ايه يا باشمهندس؟ اقوله كده كنترول. كونتينيو يا باشمهندس، كلمة كونتينيو دي معناها ايه؟ الأمر اللي اسمه كونتينيو، الأمر اللي اسمه كونتينيو معناه إن تنفيذ المرة الحالية، يعني بص كده، أول مرة الأي بزيرو، هل الأي بتساوي زيرو؟ لا، طب ينفذ كونتينيو يروح ينفذ مين؟ بريك إف، يطبع لك صفر في صفر، وبعدين المرة اللي بعدها أي واحد، الشرط ده مش متحقق ما ينفذش كونتينيو، وهكذا وأنا ماشي لحد ما أوصل لأي بتساوي 5، 5 بتساوي 5، الشرط ده بيتحقق، يقوم جاي منفذ كونتينيو. كونتينيو دي معناها ما تنفذش اي حاجه في الفور تاني بس يرجع كملها، يعني ما كنتش تطلع من الفور بقى الحلقه الحاليه ما تكملهاش بس يرجع كمل عند الاي بتساوي 6. فهمت حاجه يا باشمهندس؟ طيب لو انا شلت كونتينيو وحطيت كلمه بريك، هي كلمه بريك اصلا بتتعرض يعني ايه؟ معناها اكسر، وكلمه بريك في الفور معناها اكسر الفور، يعني ما تكملش تنفيذ الفور. وبالتالي انا لو قلت لك الاي بتساوي 5 اي اي بتساوي 5 بريك، ده معناه انه هيطبع على 5 4 5 مش هيكمل، وخمسه مش هتتنفذ ولا ستة هتتنفذ ولا اثر عليه، لان هو عرض مشاكل ايه؟ قام جاي سايب الفور ونزل المنفذ اللي بعده. ماشي يا شخصي؟ فهمت الفرق بين كونتينيو وبريك؟ تاني كونتينيو معناه كده بالعربي انهي تنفيذ المره الحاليه، المره اللي انا واقف فيها دلوقتي. بريك معناه انهي تنفيذ الحركه التكراريه كلها. فانا لو قلت لك كده، لو الغير بيساوي 5 كونتينيو ده معناه لو كان الاي فعلا بتساوي 5 مش هيرضى يكمل تنفيذ الفور، مش هيرضى يكمل تنفيذ الحلقه الحاليه، بس يعمل ايه؟ هيرجع يكمل عن الاي اللي بعدها، الاي اللي بعدها اللي هي الاي بكام؟ ب6، يرجع ينفذ يا باشمهندس. يبقى هو طبع كله، لكن بريد يبقى عند الاي بتساوي 5 ما طبعهاش، ما عملش. يعني الامر ده هيبقى بيطبق؟ نعم. الامر ده هيبقى لما نطلع بريد ايه؟ ايوه لازم يبقى بريد ايه؟ خلاص يا باشمهندس، اول ما طيب لو انا شفت الكونتينيو وحطيت بريد ايه اللي هيحصل؟ اول ما الارض توصل قيمتها 5 هيقوم جاي ينهي تنفيذ الحركه التكراريه ما يكملهاش. وفي الحاله دي سواء عامل له نهايه 20 عاملها 1000 عاملها 500 مش هتفرق معايا، لان هو هينهي عن كام؟ عن 5. فده الفرق ما بين امر كونتينيو وامر كده. تقريبا احنا خلصنا الاجزاء الخاصه بالحركه التكراريه، بس اشوف كده لو في مقصود تاني عشان يبقى الخط كله مقصود اللي قبل. طبعا انا شرحت التفصيل مره قبل كده. في بس ملحوظه،
احنا خدنا يا باشمهندسين ازاي نعمل حركتين فوق بعض. خدناها في الرسومات قلت لك انا عايز ارسم سطح والسطح ده مثلا انا هرسمه فوق. طب السطح ده متكرر 10 مرات يبقى اعمل ايه حواليها؟ هبتدي اعمل فوق كمان تضم الكلام ده. طب تعالى ناخد مثلا مثال. المثال ده بيقول لك يا باشمهندس اماكن هنا طبعت مربعات الارقام. طب لو انا عايز اطبع جدول الدرجه يا باشمهندس، جدول الدرجه بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى عامل كده، عندي 1 2 3 4 وانا ماشي، 1 2 3 4 وانا ماشي، 1 بجنب بواحد، 1 ب2 ب2، 1 ب3 ب3، 1 ب4 ب4، 2 ب1 ب2، 2 ب2 ب4، 2 ب3 ب6، وهكذا يا باشمهندسين بكام مكان كده. اذا انا عندي كام صف؟ عندي حوالي 9، وكم عندي 9، عندي كام عمود؟ 9، لان الارقام بتاعتي من 1 لحد كام؟ لحد 9. تعالوا نعمل الصف الاولاني ده يا باشمهندسين. هنعمله ازاي؟ هنقول كده البدايه بتاعتي كام؟ البدايه بتاعتي 1 صح كده؟ النهايه بتاعتي كام؟ النهايه بتاعتي 9، انا عايز اطبع الصف اهو. النهايه بتاعتي 9، وكل مره بزود لغايه 1. طب انا عايز اطبع مين يا باشمهندس؟ انا عايز اطبع القاضي بس مضروب بكام؟ مضروب 1 صح كده؟ عشان انا اخد كل القيم ديت واضربها في 1 يبقى انا بطبع الاي بس هضربها في كام؟ في 1. طب يا باشمهندس الكلام ده في الصف الاول، عايز اعمل الصف الثاني هعمل ايه؟ هاخد الحركه التكراريه نفسها هكررها كمان مره بس برنت اف تبقى عامله كده. برنت اف وبعدين برسنتج دي مسافتين هما وبعدين ايه؟ 2 في اي صح كده؟ طب المره اللي بعدها؟ المره 4. طب ما ايه يا باشمهندس فاكر ان احنا نكرر الكلام ده؟ ما نحط الكلام ده نفسه هو ايه؟ هو حركه تكراريه، فنعمل حركه تكراريه خارجيه اسمها كور وبعدين هيبقى في متغير اسمه جي بدايته بواحد ونهايته جي اقل من او يساوي 9 وكل مره الجي بيزيد بكام؟ بيقدر 1. هفتح البوس وهقفل البوس وبدل ما كنت حاطط هنا 1 هحط مين؟ هحط جي. خلاص يا شباب. فاللي بيحصل ايه بقى؟ اول مره الجي بواحد يقول لك هل الوقت اقل من هنا يساوي 9؟ اتحقق. خلاص طالما الشرط بتاعهم اتحقق خش نفذ اللي جواها. طب اللي جواها امر واحد ولا اوامر كتير؟ يا باشمهندس ده اوامر كتير. ده عباره عن حركه تكراريه اسمها فور. فلو جاي يقعد ينفذ فور دي كلها، ينفذ فور كلها، ينفذها من اول اي بتساوي 1 لحد اي بتساوي 9. كل القيم دي اللي هي 1 9 بيضربها بمين؟ بيضربها بانتر جي اللي هي بواحد. طب بعد ما بيخلص يا باشمهندس الصف الاول ده يقوم جاي عامل ايه؟ يطلع من هنا يا باشمهندس ويقوم جاي رايح يزود الجي خليها باثنين، الاثنين اقل منها يساوي 9 يقوم جاي داخل منفذ الحركه دي كراريه يعني يطلع الصف الثاني. فهمت حاجه؟ طيب الامر البرنامج اللي قدامكم ده خلص طيب ايه الامر؟ ده الاكواس بتاعت الفور مظبوط. ها في هنا حد هنا قال حاجه السطر الجديد بصوا كده في هنا اي حاجه تدور ان هو ينزل سطر جديد ده معناه ان هو هيطلع كله ايه؟ على سطر واحد. طب هو امتى يا باشمهندس انا محتاج انزل سطر جديد؟ لما بخلص سطر صح كده؟ طب فين الجزء اللي بيصدر سطر؟ مش دي هي خلصت يبقى ما تنزلش هنا ليه؟ هنا ولا هنا؟ بعد الاصفر ولا قبل الاصفر؟ بعد الجزء الاصفر اهو كده قبل ما اعمل الجزء ده انا هقول برنت ايه؟ وبعدين سلاش كان وبعدين هقفل وهقفل الجزء ده. نعم معلش تاني من الاول. تاني؟ من الاول ولا بس؟ من الاول. من الاول. تعالى نشوف يا باشمهندس الصف ده انا عايز اطبع القيم بتاعه اللي هي من 1 لحد 9 اطبعها ازاي؟ قلنا هنعمل حركه تكراريه انسى اللي فوق خالص. حركه تكراريه بدايتها 1 ونهايتها كام؟ ونهايتها 9. طيب اجي اقول برنت ايه؟ اطبع لي قيمه الاي. لو انا بطبع بس قيمه الاي يا باشمهندس لو انا بس كتبت كده وحط الاي هنا يا باشمهندس هيتباع لي الارقام لحد كام؟ لحد 9. في السطر الاولاني صدق حدق صح. ليه؟ لان انا المفروض انا باخد الواحد ده واضربه في كل الاقطار. خلاص يا عم انا هنا مرة بواحد يبقى 2 ب1 ب2 المرة اللي بعدها 2 ب2 ب4 وهكذا 2 4 6 8
طب السطر الثاني 3 في 1 3 في 2 انت في 5 يبقى المره اللي بعدها يبقى 3 في 3 في 4 فبدل ما انا اخد الكلام ده واقعد اكرره مره اول مره اقول في 1 ثاني مره اقول في 2 وهكذا قلت لا هسيبه زي ما هو وهعمل له حلقه تكراريه خارجيه بحيث ان هو يتكرر اكثر من مره طب انا عايز يتكرر كام مره عايز يتكرر 9 مرات اول واحد لحد 9 خلاص يا باشمهندس وهاجي اقول لك هنا كده اضرب لي الجي في الار لما اجي ابص يا باشمهندس اول مره الجي بكام؟ واحد يعني هشيل الجي ديت واحط كام؟ واحط واحد خلصت بقى الفوق دي هينفذ عن لغايه بتساوي واحد واحد في واحد يطلع لك واحد المره اللي بعدها لغايه بتساوي اثنين واحد في اثنين يطلعها له واحد في ثلاثه يطلعها وهكذا هيخلص الصف الاول بعد ما بيخلص الصف الاول بيعمل ايه؟ بينزل سطر جديد طب هو كده خلص البرنامج ولا بيرجع للحلقه الخارجيه؟ يرجع للحلقه الخارجيه الجي هتبقى كام الحلقه ديت؟ يبقى باثنين يبتدي يضرب اثنين في واحد اثنين في اثنين وهكذا يطلع لك الصف الثاني وهكذا يخلص لك بقيه الايه؟ تسع صفوف هتعمل استفسار؟ فهمنا الكلام ده؟ اخر حاجه يا باشمهندس لو انا شلت الكوسين دول صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ صح ليه؟ انا قلت لكم مع الفوق ومع الايه؟ ومع الوايت بتتنفذ على الامر اللي بعدها. لو انت كده الامر واحد خلاص يبقى شيل الامر. لو انت عندك الفوق ديت في امر بنت ايه؟ وامر بنت ايه؟ وامر بنت ايه؟ تعمل ايه؟ تحطهم ما بين الكوسين. ما ينفعش لان كده تحط نصها. طب يا باشمهندس لو انا جاي عامل قوس كده وعامل قوس كده وانا عندي كان عندي اثنين جريد ايه؟ وبعدين يا باشمهندس انا غلطت وبدي اشيل الاكواس ايه اللي يحصل؟ هو هتتكرر على الامر ده مش هتتكرر على الامر فهمت حاجه؟ يعني تتكرر على الامر اللي بعدها بس فخد بالكم من النقطه دي احيانا يجي لك سؤال يقول لك صح على اخطاء موجوده يقول لك صح على اخطاء موجوده فانت تبقى واخد بالك من القوس ده عشان شعرك حلو يعني. احنا كده خدنا بالتفصيل الحلقه التكراريه اللي اسمها فوق. النوع الثاني من الحلقات التكراريه حاجه اسمها فايبر. فايبر يا باشمهندس لها اسطمبه زي ما تقول لها اسطمبه. الاسطمبه اللي هو ايه؟ بكتب كلمه فايبر وبعدين بفتح قوس وبقفل القوس بتاعي وباجي اقول هنا الشرط. وبعدين يا باشمهندس لو كان الشرط ده متحقق هيخش ينفذ اللي جوه. تاني فايبر وادي القوسين دول. وبكتب هنا شرط لو الشرط ده متحقق هيخش ينفذ الكلام اللي جوه على سبيل المثال انا عايز اقول لك ايه استقبل كلمه باي ولو كانت كلمه باي اكبر من 5 اطبع كلمه كود تاني استقبل كلمه باي ولو كانت كلمه باي اكبر من 5 اطبع كلمه كود كلمه باي يعني عرفت ان الغير اسمه اه وبعدين استقبله في الداتا اللي بتستقبل اسكان هي برسنتج دي وبعدين بقى فيها عنوان النهار وبعدين يا باشمهندس هقول لك باي لو كان الاي اكبر من 5 برنت ايه؟ ويلكم وبعدين هعمل ايه؟ الكوس وبعدين هعمل الداله الرئيسيه دي كده مين؟ ايه اللي بيحصل بقى يا باشمهندسين؟ عدد متغير اسمه مكان احسن من اسمه ما بجيبش شكل معاك بس اللي بيحصل في السماعي اللي قدامك عشان سين انا اعرف اي انا حاجه في عملية التسجيل هستقبل قيمه من اليوزر هستقبل قيمه من الكيبورد وبعدين حاجه اقولها كده لو الاي كانت اكبر من 5 هيبقى اول افترض ان اليوزر كان مدخل من خلال الكيبورد كان مدخل الاربعه طب لغايه وقت كده اربعه هيجي يبص هنا كده الاربعه اكبر من 5 الشرط ده مش هيتحقق يعني ايه؟ يقوم جاي رايح للي بعده واي انا بس واي اللي بعده واي يا باشمهندس البرنامج انتهى هينتهي التركيز من غير ما حاجه تتنفذ ينتهي البرنامج من غير ما حاجه تتنفذ طب لو كانت الاي يا باشمهندس اليوزر كان مدخلها 6 ايه اللي يحصل؟ هيروح على واي 6 اكبر من 5 اه الشاب ده يا باشمهندس ترو يتحقق فيقوم جاي طبيعي لكلمه كل وبعدين بعد كده كلمه كل ده هيعمل ايه؟ المفروض يروح للي بعد مين صح يا باشمهندسين؟ القاعده الاساسيه في الواي ان هو ما بيروحش للشرط الا اذا كان الشرط مش محقق يعني بص كده هيعمل هل الست اكبر من 5؟ اه اطبع ويل وبعدين يا باشمهندس ما تروحش اللي بعد الواي ارجع تاني للواي اكتب الشرط هل الست اكبر من 5؟ اطبع ويل ارجع الست اكبر من 5 هيديه انت مش هيديه صح كده؟ مش هيديه طب يا باشمهندس بص كده انا بدل ما هستعمل هوي هكتب كده ايه؟ الاي اكبر من 5 برنت ايه؟ قول لو انا شلت الجزء ده البرنت ده ايه اللي بيحصل بقى؟ هل الست اكبر من 5؟ اه الشرط اللي بيتحقق اخش نفذ مين؟ اللي جوه الايه؟
ان جاي ينفذ اللي جوه ايه؟ بس ما يرجعش تاني. بعد ما ينفذ الورك ان جاي طالع من هنا. يعني البرنامج ينفذ. اذا لو انا مستخدم حته البرنامج اللي قدامي ينفذ كام مره؟ مره واحده. لو انا مستخدم هواي ينفذ كام مره؟ عدد تاني هاي من المرات. اذا يا باشمهندس الفرق ما بين ايه؟ هواي الفرق ما بين ايه؟ هواي ان هواي الايه بتتبر كام مره؟ مره واحده. هواي مش هقول لك بتتبر على طول، لا هي بتتبر لحد لما الشرط ماله ما يبقاش متحقق. يعني يا باشمهندس لو انا جيت قلت لك هنا كده اسكان ايه؟ برسنتج اي وار. ايه اللي حصل بقى؟ انا استقبلت كنت لايك انا كتاب بسته صح كده؟ السته اكبر من خمسه؟ اه اطبع لي كلمه كلها. وبعد ما اطبع كلمه كلها استقبل كلمه كمان للار. افترض ان اليوزر ده اربعه. طيب جاي راجع. لا طالما الشرط كان متحقق جدا وهي كده اربعه اكبر من خمسه؟ لا يبقى جاي جديد تقديم ما ينفعش. فهمت الافكار ديت؟ مثلا الاف يا باشمهندسين بتختبر مره واحده الشرط. سواء كان ناجح او مش ناجح يا اما اتنفذ يا اما اتنفذ وبعدين تخش على طيب هو ايه بيعمل ايه؟ طول ما الشرط بيتحقق هي بتنفذ اللي جواها، امتى تخرج؟ لو الشرط مش متحقق. طب يا باشمهندس احنا كده فهمنا ان هواي تقريبا بتستخدم زيها زي مين؟ زي ايه؟ ايه علاقتها بالحركات الاجراريه؟ ما انت يا باشمهندس حاططها لي حاطط لي هواي تحت تحت العنوان اللي اسمه ايه؟ الحركات التكراريه. ده معناه ان هي بتستخدم للتكرار برضه صح يا باشمهندسين؟ ده كده اللي في دماغي بقى بتاع هواي ان انا بستخدمها علشان اعتبر شكل معين. طب ينفع استخدمها عشان اقرر عدد معين من مرات الفرنس؟ يعني بصوا كده انتجر اي بتساوي دي وايل اي اقل من او يساوي 10. طيب ايه؟ برنت ايه؟ ويل ماشي وبعدين اي بلس بلس. حد يقول لي ايه اللي يطلع 10؟ هتطلع كلمه كلها بس كام مره؟ 10 مرات. بص كده اول مره طيب كام؟ الواحد اقل من 10؟ اه اطلع لي ويليام ودي اول مره. طيب وبعدين قبل ما يطلع هو هيعمل ايه؟ هيطلع لي لغايه ايه؟ 2 اقل من 10 اطبع 3 4 3 10 اقل من 10 اطبع 11 اقل من 10؟ لا ما بيطبعش. يبقى بالحاله دي اتنفس كام مره برضه؟ 10 مرات يبقى زيه زي مين؟ زيه زي فهمت حاجه؟ عندك بس الفرق بينهم وبين دوري بقى القيمه الابتدائيه موجوده فين؟ قبل الهواي. طب والاذاعه معموله فين؟ جوه الهواي. طب الشرط مع الهواي تاني القيمه الابتدائيه اهي اللي انا طبقتها فوق او خفيف والقيمه والاذاعه بتاعتي عملتها جوه الهواي. طب والشرط نفسه اللي هو النهايه بتاعتي عملتها مع الجزء بتاع الشرط بتاع فوق. خلاص 50 لو الشرط اتحقق بينفذ اللي هو الواجب. لو الشرط اتحقق 50 بينفذ اللي هو الواجب. لو الشرط بقى مش متحقق فبينفذش اللي هو الواجب ويخش على الواجب. اول مره رايك كام؟ رايك واحد. الواحد اقل من 10 ده معناه الشرط بتاعي كبير جوه. اه فعلا الواحد اقل من 10. خلاص طالما الشرط ما اتحقق هدخل على الواجب اللي هو انفذه. وبعدين يا باشمهندس مش هطلع اللي بره هواي، انا هرجع هرجع لهواي تاني، بس هرجع لها المره دي لهواي جدا اثنين، اثنين اقل من 10 خش نفذ وهكذا لحد ما هواي توصل للبار. طب نفس البرنامج ده احنا كده خلاص اتعلمنا ازاي نخلي الهواي تستخدم في التكرار زيها زي فوق. نفس البرنامج ده لو عملت كده شلت هواي وحطيت ايه؟ ايه اللي يحصل؟ يطلع كام مره على الشاشه؟ ها؟ يطلع كام مره على الشاشه؟ مره واحده ليه؟ انت في الاي بتساوي واحد وبعدين الواحد اقل منها بيساوي 10 اه بتطبع لي وبعدين خلي لي الاي بتساوي 2 ماشي فانا مش هرجع تاني غير كده ما بترجعش تاني افهم المركز اللي بعدها يبقى طلع كام مره؟ طبعا مرتين فهمت يا باشمهندس؟ يبقى اذا كويس بتستخدم زي ايه؟ او زي مين؟ او زي فور يعني بتستخدم مع الشروط وبتستخدم زي فور مع التجاره. ماشي؟ نعم ماشي؟ 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 لا يا حبيبي مش هنعمل لو انا بروح على صفحه البرنامج القواعد الارقام المجرد علما
هنيه باشمهندس، يعني انا هخليك انت كيوزر معاك برنامج تدخل فيه ايه؟ كل ما تدخل قيمه هطبع لك الرقم بتاعك، كل ما تدخل قيمه هطبع لك الرقم بتاعك. اول ما تدخل قيمه بالسالب اقول لك لا مش هطبع لك مره. ماشي يا باشمهندس، ده اللي انا عايز اعمله. طيب الكلام ده الانسب هو ايه؟ ولا الواي ولا الكور؟ تعالوا كده ناخد اول حاجه كور. كور كان استخدامها ايه؟ لو عدد مرات التكرار معلوم، هنا عدد مرات التكرار معلوم، هو اللي انا عايز يكرره ان هو يطبع لي مربع. كل ما اديله قيمه هيرجع مربع، اديله قيمه يرجع مربع، يبقى هنا في حاجه بتتجرب صح كده؟ اللي هو كلمه بريك ايه بتطبع لي مربع. بس هل عدد المرات عدد معلوم؟ يبقى في الحاله دي ما ينفعش يا باشمهندس نستخدم. طيب تعالى نروح لايه؟ ايه مشكلتها مشكله؟ ما تخسرش في التكرار، ده هيحصل تنفيذ كام مره؟ مره واحده. يبقى هو ورا كور ولا يبقى ينفع معايا مين؟ ينفع كور. فهاجي كده لو فيها ايه كور. طيب وهي يا باشمهندس يبقى تحط هنا شرطه. طب قبل ما احط الشرطه هقول لليوزر دخل لي فين؟ سكان ايه؟ وبعدين برسنت جي دي وبعدين ار بحيث ان انا معرف ان الراي ده كده معرف ان هو غير صحيح. واقول له كده طالما الاي كان اكبر من زيرو، لو الاي اكبر من زيرو برنت ايه؟ بتطبع لي المربع بتاعه. برسنت جي دي وبعدين ار ار. بس قبل ما اطلع من هنا مش هنسيب هقول له استني في كمان مره. برسنت جي دي اند ار. ايه الكلام اللي هحسبه لك بقى؟ أول حاجة عدد متغير. استغرب قيمة المتغير من اليوزر. اليوزر دخل قيمة 10. هل ال 10 أكبر من الزيرو؟ ترو ولا فولس؟ ترو صح كده؟ طالما هو خش نفذ اللي جوه أي. طيب خش كده بس أطبق قيمة ال 10 ب 10 هيتباع لك إيه على الشاشة؟ هيتباع لك نجم اللي هي مربع 10. بس قبل ما يرجع للكوي التاني هيتباع هيعمل إيه؟ هيستغرب قيمة المتغير كمان مرة من اليوزر. فاليوزر هيفترض إن هو دخل قيمة 5. فأصبح دلوقتي هل ال 5 أكبر من الزيرو؟ آه. خش يا باشمهندس اطبع لي 5 ب 5 يعني اطبع لك كام؟ 25 اطبع لك 25 وبعدين يستقبل كمان مره من اليوزر، اليوزر دخل قيمه سالب 3 اطبع كده للواي سالب 3 اكبر من زيرو؟ لا اوكي ينهي التنفيذ على كده ويكمل كده خلاص. يبقى اذا هو كرر كام مره بين ايه؟ مرتين. بس هل المرتين ده بالنسبه لي عدد معلوم ولا غير معلوم؟ عدد غير معلوم ده هو البرنامج وقف لما اليوزر دخل قيمه سالب. خلاص يا باشمهندس يجي واحد يقول لي يا باشمهندس انا استخدمت سكان اللي فوق والسكان اللي تحت. ايه اللي انت عامله ده؟ فيسكان ايه اللي فوق ديت عشان اليوزر ياخد قيمه عشان اقدر اقدر بيها صح؟ وبعد ما طبعت القيمه انا هستغل كمان مره لازم اقدر اقدر خلاص يا باشمهندس حد عنده استفسار؟ احنا كده تقريبا خلصنا الوايت لازم نحفظها على الوايت لازم نحفظها على الوايت ان انا ينفع استخدم فيها بريك وكوتشين ان انا ينفع استخدم فيها بريك البرنت ينفع يطبع لك الفايت اه يعني لو اليوزر كان دخل 10 هيطبع لك 10 في 10 اللي هي الكلمه اللي هيكون مين خلاص وبعد كده هيستقبل قيمه ثانيه ويحطها في قيمه قيمه ثانيه يعني هيشيل قيمه 10 ويحط فيها قيمه اليوزر هيوصل خلاص فانا حطيت نفس الكلمه اهو حد عنده استفسار بريك وكونتينيو ينفع يستخدمهم على الايه وينفع يستخدمهم على الوايت اعمل اللي انت عايزه اعمل اللي انت عايزه مالكش دعوه اما سايبك مش يعمل هو انا مسايبك انا سايبك بس اما سايبك انا مسايبك في حاجه اسمها جو فاي كابتن جو فاي بتستخدم زيها زي الواي بس بفرق حاجه واحده ان جو فاي بيشتغل مره واحده يعني بص كده مش هتقدر الشر لا خش نفذ ايه؟ نفذ الوقت اللي احنا لو احنا قلنا ايه الكم جاي نفذها كده ايه كله وبعد ما ينفذها يقوم جاي رايح على هواي كتير من غير فيها الشر اذا انا عندي استنبطين دلوقتي الاستنبط الثانيه اللي هي الاستنبط اللي انا شغلتها دلوقتي الاستنبط الثانيه اللي هي اسمها برو هواي كلمه برو وبعدين هنا الامر اللي انا عايزها تتنفذ وبعدين الشرط موجود تحت وبعدين يجي لك سؤال في الامتحان سؤال نظري يقول لك ايه الفرق ما بين هواي وبرو هواي او يقول لك كل الحركات التمرينيه هتقول لي يا باشمهندس الحركات التكراريه بتستخدم فيها عمليات التكرار او التكرار مجموعه اوامر عدد معين من المرات من امثلتها فور ودي الاستنبط بتاعتها من امثلتها غير ودي الاستنبط بتاعتها من امثلتها دو غير ودي الاستنبط بتاعتها مع العلم ان دو غير بتستخدم للتنفيذ مره واحده على فرد تخيلوا هو غير كده لو كان الشرط من اول مره مش متحقق هي نفس حاجه ولا مره لكن تخيلوا هو دو غير والشرط ما كانش متحقق ولا من اول مره ايه اللي هيحصل؟ هينفذ مره هينفذ اول مره يقول لي احنا ازاي الشرط مش متحقق مش هينفذ بس هو على طول نفس كام مره؟ 5 مرات. ده كده بالنسبه للحاجات دي.
ما شاء الله عدينا صبح. يبقى سي اتش ده هو اللي هو يسوي؟ اه. يرجع يقول لك بنت اف وبريست 1 وما ينفذش لا خلاص، طالما نفذ اف ما ينفذش اس.
يوم جاي طالع بعدها كده ويجي هنا مش هتنسين؟ طب ده الشكل التاني، الشكل التالت لو انا عايز اختبر اكتر من شهر، يعني انا عايز اعمل ايه؟ ايه لو انت دخلت حرف الواو هتطلع رساله، ولو دخلت حرف الايه هتطلع رساله ثانيه، ولو ما دخلتش ولا واحد فيهم هتطلع رساله ايه؟ يبقى انا عايز اختبر كام شكل دلوقتي؟ اثنين. لو دخلت الواو او لو دخلت مين؟ الايه؟ فاعملها ازاي يا باشمهندس؟ حاجه اقول لك كده، حاجه اقول لك كده، لو انت دخلت الواي نفذ ده اتس اف، لو انت ما كنتش دخلت الواي ودخلت حرف تاني ان سي اتش بيساوي ايه؟ طلع لي رساله معينه، طلع لي يقول لي انت دخلت حرف تي. طب انس يا باشمهندس، لو انت دخلت حرف الايه ولا دخلت حرف الواي اعمل ايه؟ طلع لي رساله ايه؟ فاللي بيحصل كده، لو اليوزر كان دخل حرف الايه هنا الايه بيجي يتخزن في السي اتش، هل السي اتش بيساوي واي؟ لا، طيب جاي طالع من هنا رايح على هنا، هل السي اتش بيساوي ايه؟ اه خلاص هينفذ الكلام ده ويجي تحت التابل. طب لو اليوزر كان مدخل مش مدخل ولا واي ولا اي، فيجي يختبر هل السي اتش بيساوي واي؟ لا، من جاي رايح على هنا، هل السي اتش بيساوي واي؟ برضه لا، من جاي منفذ الاتس يا باشمهندس، طلع لك رساله ايه على الشاشه. خلاص كده انتظر؟ طيب لو اليوزر كان مدخل حرف الواي بقى اللي هو الحرف الاولاني اللي بيحصل دلوقتي، هل السي اتش بيساوي واي؟ طلع لي الرساله دي على الشاشه، هل يروح يكتب دي ولا ما يكتبهاش؟ ما يكتبهاش اصلا. طب يا باشمهندس لو انا شفت ايه الفرق؟ انا هكتب البرنامج زي ما هو كده بالظبط اللي بيحصل دلوقتي. اف دلوقتي بقى معاها اكس او معاها حاجه ثانيه؟ معهاش حاجه اف دلوقتي لوحدها اهي. يبقى اف دي اللي معاها ايه؟ هي اللي معاها اكس. فهيعتبر هل الحرف بيساوي واي؟ لو هو يا باشمهندس كان بيساوي واي هيرفع لك الشاشه، هيرفع لك الرساله دي ويعمل ايه؟ ويخش يرفع لك ايه؟ ان هو يعمل ايه؟ ما يعتبر الحرف هيعتبر كمان مره هيشوفه هو الايه ولا لا. فاذا لو حطيت اس يا باشمهندس هيعتبر على الشرط الاول، لو مش محقق مش هيعتبر تاني. لو شلت الاس لازم يعتبر على كل اللي فاتت. فهمت الفرق ما بين اف اكس والاف من غير اس؟ احنا كده خلصنا من ايه؟ من الطريقه الاولى. اخر حاجه عندنا في السكشن حاجه اسمها سويتش كيس.
بنت اف ايرور. يبقى الامر ان انا مش مصيب انها بزيد ده لو كان السي اتش مش محقق كل الحالات اللي قدامي دي. فانا جاي اركز الكلام ده. احيانا ممكن تلاقي ده مش موجود مش هيفرق معاك. لو مش موجود اللي هيحصل لو الشرط ده لو الاي سي اتش مش بيحقق دي ولا دي خلاص مش هينفع اسحب. خلاص يا فندم. طيب هنا انا كتبت لو كتبت كده كيس 1 طلعت سالوني ان انا غلطت حرف الواي وكتبت هنا بريك. ليه كتبت بريك؟ من يقفل بعدها عشان خاطر هو لو لقى حرف الواي ملوش لازمه يحس الباقي بقى ينهي التنفيذ على كده. فهمت حاجه؟ هنا برضه نفس النظام قلت له لو لقيته حرف الايه انهي التنفيذ على كده ما تروحش تكتب حاجه تانيه. ماشي يا فندم. ايه ده؟ ما تنسيش ليه؟ لا بص يا شباب لو هو لو فعلا كده ما تنسيش ايه اللي بيحصل؟ هل السي اتش هيحصل اول؟ اه من جاي يطلع لي رساله اسمها يو بيست واي وبعدين يكون ينفذ الامر اللي عليه الجرام اللي عليه اسمه بريك يعني ما حصلش كده. فلو ما كانش بريك هيجي رايح يختار الكيس الثاني او يختار الكيس الثالث. لو ما كانش بريك لو ما كانش بريك هنا 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 هن